مرحبا. اليوم رح نعمل مع بعض بلوزة كتير حلوة، رح استخدم فيها خيط أليزا. تمام، شوفوا ضعيف تقريبا 3.53. رح استخدم معه إبرة 3 إنش. رح نبدأ أول شيء، أنا هون عندي تصميم عملته قبل مقاسة تانية. رح نبدأ نعمل القدام، هي عبارة عن قطعتين. رح نعمل هون الغرز اللي أنا عملتها 35 غرزة تقريبا، يعتمد الخيط من شغل لشغل. فلح نعمله، أنت حتاخدي مقاس 7 إنش ونص، إنش مش سنتي، يعني حتعملي غرز من مقاس 0 لـ7.5 إنش. تمام، كيف ما طلع عدد الغرز المهم اعتمدي على الإنش مع بعض. أول لفة رح لف الخيط، نترك أول غرزة، ندخل بالتاني رح نعمل عمود. رح نمشي بالعمود بكل غرزة، عمود واحد بكل غرزة لحد ما يصير عندي الطول يا 16 دور او مثل ما قلنا بتحسبيه بالانش، رح يعطيكي 12 إنش ونص. تمام، ها 12 إنش ونص، هذا بده يكون طول القطعة. رح اعملها وارجع. خلصنا قطعتين الصدر لقدام. هلا بمعادلة بسيطة رح نعمل الخلفية تبعت الظهر. انا هون مثل ما قلنا عملنا 33 غرزة، وطلعت فيهم تقريبا دور 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 دور. تمام، هلا رح اجي اجمع انا 33 غرزة مع 33 غرزة، والفراغ اللي حيكون موجود عندي من قدام تقريبا شي 20 غرزة، حيطلعوا معي كلهم سوا 33 و 33 66، مع العشرين غرزة تقريبا 86. رح اعملهم انا 90 غرزة للظهر الخلفي. تمام، رح نعمل مع بعض 90، يعني حنعمل 90 غرزة. تمام، نطلع 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. لها اعمل 90 غرزة وارجع لكم. عملت 90 غرزة، لو جينا نقيسها لحطها من الطرف للطرف لتلقبها هاي هين، طلعت مقاسهم بالضبط مع الفراغ اللي قدام. تمام، لح اطلع هلا بغرزة 2 واترك اول سلسلة وفوت بالتانية ونعمل عمود بلفة بكل غرزة. نطلع عمود بلفة بكل سلسلة، لف الخيط للي ما بيعرف عمود بلفة، بطلع من 2 وبطلع من 2. رح امشي لاخر الدور واطلع بادوار على قد 24 دور اللي انا عملتهم بالقطع الامامية. تمام، هون خلصنا الظهر، هون طول الصدر رح تجي وحدة هيك ووحدة بهي الطريقة. رح نعمل هلا الكمام. الكمام انا بالنسبة للطول رح اعمله تقريبا 22 انش. تمام، بالانش مش بالسنتيمتر، بالانش. رح نعمل غرز لهالطول وارجع لكم. بعد ما عملنا الايد، تمام، قطعتين عملنا طول الايد، رح نعمل هلا الكمار تبع الايد. انا بالنسبة لالي المقاس تبعي رح اعمل 13 غرزة، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. نحلف الخيط واترك غرزة 2 وادخل بالتانية واعمل نص عمود، وادخل باللي جنبه وبعمل نص عمود. رح اعمل نص عمود بكل الغرز وارجع لكم. هلا رح اطلع غرزتين، 1 2، رح لف الخيط ونشتغل بريد خلفي بالنهايه. حروح
هي القطبة غرزتين، أنا حروح للغرزة الثانية وأطلع منها وأعمل نص عمود، بلف الخيط شوف الغرزة، ما بفوت بالسلسلتين من هون، لأ ما بفوت بالسلسلتين، بفوت بالسلسلة الأمامية بس، أوكي؟ وبعمل نص عمود، برجع بفوت بالغرزة اللي بعدها الأمامية وبعمل نص عمود، لأنه أنا بدي أشتغل هلأ القمر، هشتغله بريد خلفي، تمام؟ بروح بالقطب اللي برا وبعمل، يصير معي بهاي الطريقة. وصلت لآخر قطبة لنبهكم، ما رح تكون مبينة، انتو رح تشيلوها بتشوفوها، تمام؟ هنفوت فيها ورح نعملها، ما ننساها. بطلع بغرزتين برجع بلف الخيط وبشتغل بنفس وبلف الخيط وبدخل بالغرزة الأمامية وبعمل نص عمود، برجع بلف الخيط وبالغرزة الخلفية سوري بعمل نص عمود. رح أعمل هيك لحد ما أوصل للطول القمر اللي أنا بدي إياه. بتقسي على ايدك بتشوفي بس يقفل ما هذا الطول اللي بدك اياه، تمشي راوند طبعا، اوكي؟ وهيك بعد ما عملت الظهر والصدر والكمام والطرف الكمام، رح نبلش نشتغل بالكمر تبع البلوزه نفسها مع الكمر تبع القبه والصدر، تمام؟ مثل هيك بس اضعف شوي، رح اشتغل فيه هون وارجع لكم. بعد ما خلصنا الزوايا طول الكم، وحدي هون وحدي هون، رح نعمل الوردة قبل ما نقطع البلوزة سوا مع بعض. الوردة رح نعملها بغرزة بسلسلة سحرية، نطلع هادي واحد، لف الخيط، رح ناخد هاي أول قطبة، لف الخيط وبطلع، بطلع منهم كلهم، هاي تاني قطبة، لف الخيط بطلع من الجميع، هاي تالت قطبة، لف الخيط بطلع من الجميع، هاي الرابعة، بلف الخيط وبطلع من الجميع، هاي الخامسة، بشد الخيط قد ما فيني من هون بتصير معي مثل المطبوبة، بدخل بغرزتين بالسلسلة بالاثنين وباخد معي خط البداية والنهاية وبطلع، برجع باخد الخيط الرئيسي وبطلع، واحد اثنين ثلاثة، لف الخيط وبدخل بنفس المكان شايفينه وبعمل أول سلسلة وبطلع، ها أول غرزة سوري، برجع بلف الخيط وبطلع، هاي اثنين، لف الخيط بدخل بنفس المحل وبطلع، هاي ثلاثة، لف الخيط وبدخل وبطلع، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، كتير سهلة بس بدها تركيز، ثمانية، بنفس المكان بدخل، تمام، تسعة، عشرة. هلا بدي اطلع من كل هول الا الاخيرة اللي هي دي ثلاث سلاسل، رح اعمل لف الخيط واطلع منهم كلهم الا قبل الاخيرة، بصير عندي اثنين عالسنارة، رح اطلع منهم اثنيناتهم واطلع بغرزة اثنين ثلاثة وبرضه ادخل بنفس المكان اللي انا عملت فيه العشرة واعمل منزلقة، رح اطلع بغرزة اثنين ثلاثة، شوفوا كيف طبقت معي ما احلاها، تمام، ونجي على الغرزة اللي بعدها واعمل نفس الطريقة، عشر وحدات، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وعشرة، رح اطلع من الكل ما عدا آخر وحدة، رح اسحب الخيط منهم واطلع بغرزة اثنين ثلاثة وادخل بنفس المكان واعمل منزلقة، صار عندي اثنين، رح كمل بنفس الطريقة ليصيروا خمسة وارجع لكم. بعد ما خلصنا الخمسة رح
رح نقطع الخيط. كمان رح نجيب اللون الأصفر. رح ندخل بالسنارة بين وحدة والتانية ونسحب اللون الأصفر. ندخل بين هاي وبين هاي. نسحب اللون الأصفر تمام. رح نطلع بخمس سلاسل. 1 2 3 4 5. رح اجي عند اول فتحة شفتوها، اول غرزة، اعمل 10 سلاسل. هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من شدة مزبوط من هون عشان تمسك معي أكتر. من هون وبطلع من الكل مثل ما عملنا البيضة إلا آخر قطبة. تمام. بطلع منهم كلهم وبقص الخيط وبحط الإبرة وبنزلها، بنزل الخيط وبتصير معي بهاي الطريقة. تمام. رح أعمل عدد كبير من الورود عشان نقدر نحطهم على الجاكيت، نزين فيه الجاكيت. بعمل الكمية وبرجع لكم. وهيك بعد ما اشتغلنا كمية الورود صارت جاهزة تقريبا. رح نشتغل كيف خيط البلوزة. رح نبدأ أول شيء بالقطع اللي قدام. تمام. أول قطعة رح نجيبها، رح نحط طبعا علامات عشان ما يتزحزح معانا نحن عم نخيط. رح اجيب العلامة وحط بالزاوية هون اول قطبة معي مع الزاوية اللي هي اول قطبة. تمام. نسكرها. بعدين رح نجيب قطبة وحط بالنص، رح حط بالاخر. هلا رح نجي على القطعة الثانية. أول شي رح أخذ الزاوية بالزاوية بعدين رح أخذ النص تقريبا الربع من هون والربع من الجهة عشان لما خيط خيط الطريقة تكون كلها مع بعض. تمام. رح نشيل الماركر الأول ورح أدخل بالحبتين هوني ورح أرجع أدخل بالحبتين هوني. رح أخذ الخيط وأعمل غرزة. تمام. هلا باخذ الخيط معي هذا اللي اشتغل تحته، رح اطلع من اثنين هون وبنفس الوقت باثنين اللي جنب هاي. صار معي اثنين على السنارة، باخذها وبطلع بالسنارة اللي قبله، برجع بفوت وبطلع وبطلع. رح خيط هيك لاخر بهاي الطريقة لاخر السطر. تمام. بتأكد انه اخذ الاثنين
مع الاثنين اللي قدامه وبطلع أو بطلع منهم. نعمل كمان حبة، باخد اثنين واثنين وبطلع منهم. لخلصها برجع لكم. خلصت خيطتهم اثنيناتهم، شفتوا كيف؟ هلا بدنا نعمل الكم. تتأكدي الكم انه نطويه يكون نفس المقاس بالضبط، ما في لا زيادة ولا نقصان. رح نحطه بهاي الطريقة. تمام، رح ناخذ الماركر ونجي على النص بالضبط، ناخذ الاثنين وتأكد انه بالضبط هذا النص تبعي، ورح اجي على النص هوني واخذ الماركر. تمام، هلا وحده من هون رح خيطها بقدام القطبه، ووحده رح خيطها من ورا. اوكي، هون رح احطها بهي الطريقه واخذ النص هوني واعمله هيك، وارجع اخذ ماركر ثالث واحطه للزاويه مع الزاويه، يكون عندي بهيك طريقه. وتاكد هون نفس الشيء مثل ما قلنا، نفس الشيء حاخذ المقاسات من ورا هوني مع الظهر، مع الظهر هيدا. تمام، ورح خيطهم بنفس الطريقه، داير منظار وامشي على الزاويه تبعت الكم وخيطها وارجع. خلصنا، خيطت ايدين مع بلوزي الاطراف. تمام، هلا رح ناخذ الزنار هيدا ونعمله، نبدا بالبدايه من هون وبنطلع فيه لعند القبه وبرجع بنزل فيه لهون. تمام، خياطه عاديه مثل ما خيطنا البلوزي كلها. اوكي، رح نمسك طرف القمر مع طرف من هاي، ندخل باول قطبه من تحت وباخذ القمر اول قطبه من تحت وبنعمل اول قرصه. هلا باخذ الثانيه مع التانية وبطلع منزلقة. رح اشتغل هيك لآخر داير من دار البلوزي، أطرافها مع القبة مع الطرف التاني، منزلقة منزلقة. تمام، رح كمل واخدها مع القبة. هلا ما وصل للقبة رح لكم كيف. تمام، خلصنا عملنا البلوزي كلها باقي القمر. تمام، رح نشتغل بالقمر بهي الطريقة، رح اخد الزاوية، هو القمر حيكون هيك، رح اخد اول شي الزاوية تبعته هاي مع الزاوية. تمام، هلا رح اخد النص رح اطويه بهاي الطريقة واخذ النص من هون مع الزاوية الثانية. والزاوية الثالثة رح تكون مع الزاوية الأولى. رح قيم بين كل محل ومحل اشتغل فيها بهاي الطريقة. تمام، هلا اول ما ابدا راح نحط الخيط، كتير سهل، ما تستصعبوه، وانتم فيكم تزبطوها باي طريقة. الكروشيه انت فيك تكوني مهرة فيه وتسويه بطريقة كتير مطلوبة. رح اجي اول شيء انا هون بشيل هذا الماركر وبحط الخيط وباخده من النص. تمام، انا عندي هون خيط زايد رح اخده من جوا واربطه معه قبل ما يفلت.
ادخله من جوا عشان اضبط الخياطه بعدين داخليه. تمام، رح بلش اخذ كل قطبه مع قطبتين ثلاثه من الكم. سهل وكتير مهم. حاخذ هيك برجع اخذ قطبتين منهم. رح خيط بداية المنظار، طبعا هي حتكون الكم اوسع فرح اعتزم فيه لحد ما ياخذ معي بكل اتجاهاته. كل ما اخذ اثنين من الكم باخذ زيادة من الكمار، باخذ زيادة من الكم. تمام، هلا بنشيل هذا الماركر وكمل خياطة. كل ما تاخذ اثنين كملي. تمام، لحد ما اوصل للنهايه هون برجع بدخل لورا وبكمل من ورا. تمام، وهيك خلصنا الكم مثل ما شايفين. وهيك بعد ما خلصنا قطبنا القمر صارت معنا بهيك طريقه. هلا بدنا نحط الورود عليها. انا تركت الورود بس اشتغلت الختانات لاشتغل على نفس الختانات. لحط اول بردي هون، رح نجيب الابره، بدي مشي الخيط على كل زاويه من زوايا البردي. رح اشبك الابره بهاي الطريقه ورح اجيب الخيط من زاويه اول زاويه بحطها هون وباخذها بهاي الطريقه للزاويه وبنزل الخيط من تحت وبرد من أسهل ما يكون. بشد الخيط وقص الزيت وراح نقص بضل ضيع المقص. المهم هلا برجع باخذ اللون الأصفر وباخده على الزاوية الثانية. شايفين هون بطلع لنا لف الإبرة، قصدي بلف الوردة سوري، وبنزل فيها بهي الطريقة. بلف الخيط وبعرض. هلا منهم فيهم يلزقوها بصمغ بس انا ما بحب عشان اذا كررت انه كرر شيء غير طريقة الورود ما اتورط بشغل فيني انا بعدين فك الوردة وغير اغير اعمل شيء تاني والزق يعني. تمام، عشان هيك ما بحب اتقيد وصمغ بهي الطريقة. رح اعمل كل الورود وارجعكم بعدين بالنهاية. هيك بعد ما خيطتها شوفوا من جوا ما ببين اشياء كتير نظيفه وحلوه، بتبين نفس النقط اللي موجوده بالخيط اصلا. تمام، رح كمل الباقي وارجع. وهيك بعد ما خلصنا البلوزه حطينا عليها الورد صارت ناعمه وسمبل كتير مهضومه. طبعا فينا نشتغلها نحن بخيوط الصوف تطلع اسمك واقوى، بس هلا لانه ربيع حبيت اشتغلها انا بهذا الخيط. ان شاء الله بكره بس يجي الشتاء بنعمل وحده شتويه بتشوفوا كيف بتطلع موديلها غير شكل. ويعطيكم العافيه على المتابعه، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، والله معكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.